خلونا الأول نشوف التقرير، هنكمل والله بس بعد التقرير، نشوف التقرير ده على إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل أطفال في عموم الجمهورية للمصريين وللأجانب اللي احنا شايفينه. أكيد الراجل مش واخد مراته وبنته وطعمها بقى فسكونيا يعني. شوفوا التقرير والفصل ونرجع نكمل الكلام. طبعا مرض شلل الاطفال مرض قاسي جدا على الاسره وعلى المجتمع وعلى الشخص طبعا اللي بيصاب بهذا، ومصر نجحت من خلال تاريخها انها تتخلص من هذا المرض في 2006 وتعلن خاليه من المرض بعد تسجيل اخر حاله في 2004. منذ هذا التاريخ الحقيقه، ومش كفايه ان احنا بس نعلن خاليين من مرض شلل الاطفال، ولكن المهم المتابعه والحفاظ على خلو مصر من هذا الفيروس. ومن هنا كانت حملات الكبيره اللي بتتم على مدار السنوات الماضيه حتى نستطيع ان احنا نطمئن على عدم وجود اي حالات. احنا كمان عندنا وحده رصد بيئي منتشر على كل محافظات الجمهوريه، ويمكن مصر من الدول المتقدمه جدا في عمليه الطب الوقائي والرصد البيئي لحالات الامراض بشكل عام، وايضا شلل الاطفال بشكل خاص. احنا بنتكلم على تعاون كبير جدا مع منظمات دوليه زي منظمه اليونيسف اللي موجود الممثل منظمه في القاهره او في مصر معايا النهارده، ومن خلال تقديم المنظمه ل 20 مليون نسخه او 20 مليون جرعه للتطعيم، احنا مستهدفين في الحمله اللي احنا بنتكلم فيها النهارده دي اكتر من 1.62 مليون طفل. احنا بنبدا الحمله بتجهيزاتنا كلها، بيبقى عندنا كل الطعوم اللي تكفي المنطقه كلها والمناطق المجاوره لينا، بنحفظ الطعوم في الفريزر عشان شلل الاطفال بنحفظ في فريزر، وحضرتك زي ما انت شايفه بقى التجهيزات وعلى استعداد، وكل الاماكن بتبقى عندها فكره، وبندي خلفيه ان في تطعيم قبل التطعيمات ما تبدا بشهر تقريبا بنبقى عارفين ميعاد الحمله، بنبدا ننبه على كل الاطفال اللي بيجوا التعامل التطعيم الروتيني، وبنعرفهم ان في حمله عشان كله يبقى مستعد ليها. بالنسبه للتوعيه احنا عندنا طبعا في دور جامد جدا للثقافه الصحيه، بتتعمل ندوات كتيره جدا للامهات ولاولياء الامور في حتت كتير، سواء جمعيات اهليه سواء جوه المركز نفسه، الناس اللي جايه تتلقى الخدمه بيتعمل لهم ندوات في حتت كتير جدا، في التضامن الاجتماعي كلام من ده، بتعمل ندوات كتيره جدا، والعربية بتاعت الثقافة بتمشي قبل الحملة بثلاث أربع أيام كمان، تفضل تعمل بالإعلان وبالميكروفون علشان الناس كلها تبقى عندها فكرة إن إحنا هنبتدي يوم إيه وهتقعد قد إيه والكلام ده كله. قبل الحملة بأسبوع بيتم الإعلان عن الحملة بالبوسترز اللي حضرتك شايفاها، وتوعية على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي كلها. بيتم تجهيز سلسلة التبريد لحفظ الطعوم بصورة سليمة في الفريزر، لازم بتتم من درجة حرارة ماينس 15 لماينس 25، وبنتأكد ان عدد الايس باكس المحطوطة في الكلامن عشان الفرق المتحركة لازم تبقى بالعدد المناسب اللي تسمح بحفظ الطعم لفترة طويلة بدون ما يتأثر الكفاءة بتاعته. مهم جدا جدا، يمكن احنا كمان هنا في القاهرة يعني الاعلانات والدعاية اكتر بكتير، لكن اكيد برضو في القرى يعني في الاماكن التانية يعني بيبقوا محتاجين دعاية اكتر من كده، بس انا عارفة ان هي بتتوفر في الاماكن غير القاهره. الحمله سمعت عنها من اربع ايام، كان في كذا اعلان مكتوب فقريته، فعرفت ان من يوم الاحد يوم 15 في تطعيم لغايه يوم الخميس، فانا النهارده جيت اطعمه، وكان برضو بالمره هكشف له عشان سخن شويه.